صبح هذه الأجواء واعرة، كعنا شي حرارة تبارك الله البارح والبارح، ولكن في الليل تقلب واحد الجو على رحمة الله. شو تبارك الله بحال شتي يطح بالليل. شو سلام على جو أحسن منظر كان أعطيكم في الصباح بكريسو. السلام عليكم مشاهدينا ديالنا، صباح الخير عليكم، كي صبحتوا مزيانين؟ الامور ديالكم هانيه، تمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف للمتابعه ديالكم، الكومنتات ديالكم حق هنايا اعز الناس بالنسبه لسلمو عبدو، وشكرا بزاف، خليكم معنا. تحيه المغاربه ديالنا بحال اللي كيتبعونا، شكرا لكم بزاف. ننساجي جمجمو ولا تخممو، المهم اللي غادي يكون فيديو واحد اخر جديد بطاقه جديده بحماس جديد، غنمشي لواحد البلاصه، خليكم معنا ان شاء الله. المهم كما شفتونا هزينا القفيفه ديالنا، هز عدو هز، عالقوا لي فين مش هسمو في بيزا، ها هزو مش نجلس في الدار، يا وقتي دابا العطل، لما دا ما نجلس بزاف في الدار، تو عارف أكثرية دلت أوقات كجبار ناس مجدودين البيبان. صافي. وكي هز حيت شفت واحد الخروج مادام كيخرج غير في العطلة خوتي وصافي، ويلا وين يلا عطل. هاك. يلا. كير ولا بنادم يشم من الكرابة وكذا يشم من الغابرة شوية معانا المتابع. الجو مزيون هنا كيشم. هذا في هذا الوقت طارق طرقته هنايا كيتسالى مركز بني احمد، راه غادي شنو احنا ماشيين من هنايا ماشيين لتلم داوز ان شاء الله بحال هكا. تسمونا تبارك الله كيفاش النية؟ تنو كينا الزيتون. احنا دابا وصلنا للدوار تاع المداول. اين يا سايا؟ ها سايا قرابي الليلة. هذيك الركاء، هذيك راه بيناتي مضاعة. الناس هذول ولاد الغالي راهم بيناتي. تحيا الخير سفيان. هاي تبعني والله إلا خاطر. تحية سفيان من الدار ديالكم. سفيان الله يلا من الدار ديالكم. سقصا عني عليك مرة أخرى. تا المهم المتابعين دابا حنا اليوم إن شاء الله معروضين عند السليفة، السليفة رقم جوج، راكنا على السليفة رقم واحد، دابا رقم جوج. شوف دابا الحومه ديال البرد قهوه عمي الجاري رايا فين يا نعرفها شي البرد السيما والله انا تلم دابا انا تربيت فيها والله عمي عبد السلام العلوش راه وين هو تحت راه مضاع الجامعه هذه الجامعه المستره انتظر رئيس الاحياء السنترو ديالهم راه فين هذه ود الرئيس القهوه ود الرئيس راه فين هذه هذه يا سايب عبد النور خا عبد النور صاحبي بزاف عاود
مش اسبانيا؟ باقي ناي عبدالنور هنا يا بصح اخر اللي مش اسبانيا. ها جامعة اخرى تبارك الله. شوف شوف لازم نقرا كيفاش عندنا. احنا داخلين الجامعة عندهم واعرة احسن حاجة عندهم يا الطرق والله الا فين ما تدخل تجبر الطرق. مشينا عند الخياطين. تحية نزل الخياطين. مع الوالد في الخضرة عمي علي. عمي علي تحية لعمي علي. عنده ابنه محمد راشد واخر 600 ديالو. تاقي ولا ما شنو كيقولوا له. مرشد ولا. هما هاد الناس حفظوا على الطرق ديالهم بزاف. احنا وصلنا المتابعين دار راهي ردف ان شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم. قول لي الجوار ديالي انا اصلا حصلت لي الحمد لله. احنا وصلنا هذا دوار تلمداوي. شوف انا كنصوركم بالدار د سليف هذه هنا كامل فقط عمل شي براكه واقيله عند التاليه الجويجه في فلسطين تبارك الله. نجين شي صم ياكلو فرينا شوكا يا زايد انت يا سلمى انا نقليو الدجاج باش نتغدى ان شاء الله. الفرن مزيان خاصني شي واحد يفعل لها. وانا قلت لها كفس لها. كفس هذا باقي كفس. هذا اللوز ديفيلي. كاطر الكوزينه واعره صحته. ما لا صحته كوزينه. كوزينه واش من كوزينه والله الا برافو ليلى. شنو عملت؟ الغايف. يا الغايف عندك واعرين دينا صراحة خصوصا دي الكانون. انا كزيد الشوكي عندي حتى شي فوق حتى طاسة شريتها مع بعضياتها. ها هي. ونسى ما يمشي للسوق عارف يشريو. الرجال لا. الرجال يدور. هذا صفاي. فين هذيك التون؟ هذيك التون؟ هي البيطات عارفين فيها؟ خلطهم بالبصل. جيب حري باخو. جيب حري باخو. حنا نقولوا المدينة أحسن، باش ما يحترق ديك اللوز، تبارك الله الزيتون بلدي هذا زيتون حامض. من شهيمين الناس ذي العشاق بالزيتون. كاينين الناس يشوفوا مثلا اللحم بالبرقوق والزيتون يقول لك لا ما يمشيش مع الزيتون. شو احنا جبال ليلى ما عاد تمشي الزيتون مع اللحم والبرقوق يعني ما راحوش. خصوصا ديك الزيتون هذه باش القضيه تكون عارفين. الزيتون متقوب. كنزلوا عارف هذا شكون كيلقى انا كنت لقيته في العيد. في العيد علقوا عن طريق قالوا لي ما يمشيش. ناختي صراحه هو زياده لنا داك الشيء اللي عجبنا. كيف هذا الذوق ديالو؟ هذا كوثر اصلا لي اللوز الشروب البرقوق ولكن هذا ما عملوش معجاش.
هذه الكفاتيره هذه يما كشرات انا مع قشعه العود كيفاش حتى انا مدزوج ديها كوثر 13 سنه عندي بارك الله واقي فيه دائما وتحكو بالحفه الرقيقه وباقي لا يشعل ما يجد لا قمتين طبعا مر فيه المعايدر وكنزلو في الجوطه مزيونة كيس باق شوف بارك الله شحال دابا باقي لي الكيسه باقي لي كلش شفتي الحاجه ديال الحاجه ديال الام توقع سلمى باقي لها القفزه وقفطن قالت لها هذا وقفزه والباليزه حنايا جبالها كاين انتم عارفين اللي كاين هذا مش لولادهم في العرس الموتو تاني مش منحبوش يسمع جبالاقي ولولادهم القشره المهم ما شاء الله الناس اللي لاباس عليهم كيحيد الوالدين كيعدوا لهم الثلاجه كيعدوا لهم لابادوره كيعدوا لهم الفراش كيعدوا لهم كل شيء هاد القاعده هذه فين مشيت هذا جمع الدهس العروس هذا جمع الدهس العروس هذا صافي انت فين صالت هذيك اللبس؟ السلام عليكم المشاهدين ديالنا نتمنىكم تكونوا بخير وتحية من ستالن داود والنسب ديالي جاو لعندي السلايف ديالي جاو لعندي مرحبا بهم مرحبا والديك محمد وشكرا الله يجعل الايام كلها ايام خير امين اخي محمد امين هذا مزيان الله مرحبا الايام كلها تكون ان شاء الله افراح وخير ومسرات اياه والالتقاء العائله والاحباب والاصدقاء اهم حاجه والله العظيم والمتابعين اصلا كتعجبهم هذه اللمه بحال هكا الحباب والعائله خصوصا الناس المساكن اللي في الغربه اه طبعا احنا جينا نشوفوكم هكا مجموعين قد نمشي وهذه كنفرحوا شني قولوا باي باي قولوا تعالوا انا نعطيكم التحيه اه كوثر عندي شحال ما جيتوا عندي دابا عام ولا طار انت تجي لعندها هي كحمد قاعده تويمان مرحبا ونهار مرحبا والديك الله يكبر بك يا كوكا اختي تايا اللي في تطوان جات معاها معود اه الله يلا نهار كبير احنا قينا صلة الرحم شكرا بزاف الله يلا مخيرة اي والله تايا مسكينة عجبنا عندها اه نسيبها هذيك هي اللي نهار كبير جوالية وجوالية جات عندها جوالية ايه حيمومة جاتش عندها معاها الضياء اه طيب ما معها الضيفه ما قدرتش يسمح فيها مودي كنا معها كما تشوفوا اليوم قلت لها يلاه دير شي طاف ليا والو انا مع الناس هادي ما نقدرش ما صافي قلت لها شي اللي كاين بسم الله يما خذوا الغاط حنا كنقولوها نعيطوا الناس تنقولوا الغاط لاك بحال بحال المهم حمرناها بزاف كاين اللي عزيز عليها الدجاج محمرين هذه خليناها شويه وصافي هذه مزيان الحق يا سلام يا سلام سلم رانا الدغميره خاطر مره المتابعين التليفون ما كيعطيش الحق للدغميره مع الفلتر تبان زرقاء الله يلا خذ المره قالوا الناس هاي 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 شفتي اختي ديك الفرن وطفيت شوف لا مزيانه الدغميره واعره هذه العيد ميرا باختي داكشي زايد دابا بتعايرني ايه راه اختك كتقرا معايا ماشي بتعايرني ايه قد قد نقرا مع بعضنا هداية شوقي الصخة قول متابعين السلام عليكم شهيدين شهيدين لكن على خير احسن الاحوال قول متوحشتكم توحشتكم اه زيت البقع من جنبي شنو دابا هادي الليمه الليمه والحار عندك الحار الحمر ما جبرناش حتى الناس كيجوج وجهه اه كيجي واعر هنا ماشي مشكل زيد واحد اللي هنا سلام احنا عجبنا هذا شفتي صافي باش يجيو خمسه يلا نضربوا الحباب وما قدرنا نجمع ايوا الغداء ديالنا هو الزيتون ها هو زيتون بلدي محمر ياك نعمروا المناضه اللي باغي يخصموا النظر شفنا خوتي في العيد ما شرينا شي كوكا انتوا تشوفوا جينا جينا ضيف ولكن ملي نمشيو عند شي واحد مع يعني نادم معايا فراشي شي اللي جبتي وشي اللي ما جبتيش اللي كاين بسم الله لا أعرف شيئاً
حقنا ديال العيد عاود ياك عاودو. والله الا خلاونا حقنا برافو لي لاكوتر. البارح كنا ماشي خلانا حقنا. اه البارح كنا مع الخاوه ودابا بعد مع حنا ما ناكلو الحب عرفتي سالونا العرب. اه الدنيا هانيه مرحبا بهم قولهم شي عراضه خطيره ياك كوتر. مشينا حنايا نعرضو لكم العراضه ندير لكم العراضه مختلفه على ديالكم صافي ندير لكم لو بواسون. شنو هذا البواسون؟ شنو هذا البواسون؟ راه اسن ما عرفتش ها عرفتش انا وين الحوت؟ خاصه الحوت. اه شقل بالجنبات. اه انا عادك بالبلاطو. ارى البارقوق هاي 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 ها انتم صورناها مو حمام لا لا عند مرضوا الشتا صافي بل حصر داب احنا باقين في العراضه تبارك الله شوف شوية كيف تعود هذه شوية والمنظر شو الله منظر شوف انا صراحة عجبني والله هذه تركيا ديالنا شوف نشوفها سلمى فين شبيت لنا الكفته شبيت لك الكفته انا من بعد هنا وقيلي لا قال لا نمشيو بحالنا براد الجو براد يا نمشيو بحالنا ان شاء الله استنى على الخوي يجي يمشي بحالنا لا هاتي راه قاعده تبارك الله الخير شوفوا المتابعين شوف 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 قال سلمى كوتر تبارك الله ما شاء الله شوف يا ضربوا لي على الرغيف كيفاش عاملين شوف شوف الرغيف ديال المقلى هذا ما المقلى التراب تبارك الله بلاتي تشوف هذا تا باقي بشوي مش عرفتي عبد الرحمن كيف الخبر؟ بسم الله زيد هذا هذا الباب مروبين عند عند محمد اه عند السليف والله اذا ما قلت انا رحيمك تجي لعند رحيمك مع الضياف المشاهدين مساكين قيل لهم التحيه وباقي ما عطيتهم التحيه فالنهايه باراك نعمل العواشر ولا دابا نعاودوا نعمل العواشر والله الا باقين في العواشر باقي في العواشر حنايا هذه العواشر هذه هذه ما مشينا ما شاء الله جبر الشواء ولا هذه قلت لنا عندها مزيزه على السلامه ضروري يتهلاو فيه والله الخبز باقا ما جاي وريحة الحريق ديال الخبز الخبز دابا نمشيو نجيبوها بسم الله نشوف للسوق اه والله علاش ما قلت ليش نجيبو الخبز كاينه الخبز كاينه بلديه الخبز بالدياد هذا الفرن سلمى سلمى والله لا هي دابا تشوفوا في ستيتو فلوك هذا هاد لقمو المهم الطابله ديالنا هي هذه والرغايف والمسائل كل شيء ناضي استناو على الخبز دابا جبرتو الناس هاد سالينا وماشيين بحالنا نهايات المباراه عيد مبارك ها؟ عيد مبارك سعيد. دابا طالعين في خندق زيادة المتابعين، ها ماشي بحالنا. هذه البلاصة كلها خندق زيادة. ها الجامعة السوق. الجامعة ديال المضارع الإعدادية. مطربش. مطربش. فين تبقى في السوق؟ عبد الرحمن بيوصلني.
نوصلكم ان شاء الله. نمشي تعالى. اه اه. غدا تعالى. انا نوصلكم.